التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وتحيتنا تتجدد مع تجدد أشواطنا في أمسية هذه الليلة في هذه الانطلاقات في ميدان اللبسة، ميدان الشعب. تتواصل الانطلاقات، انطلاقات أشواط الفترة الصباحية اللي تأجلت بأسباب الأمطار، وانطلقت في هذا المساء في هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعات الجميلة والرائعة. انطلق هذا الشوط يحمل الجعدان المحليات اللقاية في انطلاقتها وتحدياتها، جوائز نقدية غيمة للمراكز الأولى. نبحر في عمق الميدان بعد الانطلاق لنتعرف على المركز الأول، وهذا شرط سعيد بن خليفة بن هيل الكتبي يتقدم بالمركز الأول، يلي شرط في المركز الثاني شامان محمد بن خلفان بن محمد الغفلياتي في المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، وهذا يتواجد في مولع عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، او هناك التواجد بنشوف اللي وصل هذا شاهين نعم العلي بن عبيد بن سعيد الخاطري اللي احتل المركز الثالث، بينما تواجد مشاهدي الاعزاء على المركز الرابع، وهذا اللي هو الرهاوي علي بن مسري بن راشد الظاهري. المركز الخامس، خامس المراكز في هذه الانطلاقات، هذا مخلاب لعبد الوهاب يتقدم في هذه اللحظات. مخلاب عبد الوهاب الهي بخش غلام محمد يتقدم في هذه اللحظات. أشكرك على المشاركة. الله، المركز السادس لدى حام بن سالم النعيمي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاق، هذه الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء المنطلقة. عودي إلى المراكز الأولى في الجعدان اللقاية، مشاركات في ميدان الشعب، مشاركات في ميدان اللبسة الذي يجمع أبناء الخليج. مهرجان ناجح بجميع المقاييس، جميل للغاية، يتواجد في شعارات وأعداد وأسماء في هذه المشاركات الجميلة للغاية. المهرجان 17 ما شاء الله يدل ذلك على نجاحه في هذه الانطلاق. نعود عموما إلى مسار الشوط ونتقدم بالمركز الأول في هذا الانطلاق والاندفاع. يتصدر شاهين علي بن عبيد الخاطري يتقدم بالمركز الأول في هذه الانطلاقات والتحديات في هذه الانطلاقة، ولكن الوصول في هذا الاندفاع. وصل عونك يتقدم بالمركز الأول، وسعيد بن مبارك بن عبيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. القحيص الكتبي يتقدم في هذه اللحظة على المركز الأول، على الانطلاق الأول في هذا الاندفاع، بينما المركز الثالث الرابع اللي تدخل على ثالث المراكز في هذه الانطلاقات. غازي عبيد بن سعيد بن محمد المهيري يتقدم مع غازي، كل الأسماء واصلة. وصل الجذاب عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي يقدم الجذاب في هذه الانطلاقة. الأسماء كلها حاضرة متقاربة من بعضها البعض، يعني آمال الناموس في هذا الاندفاع في هذه الانطلاقات. وعود
عونك 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 سعيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي في هذه الانطلاقات يسيطر على الجعدان، يتقدم بهذا العرض الفنان الجذاب في المركز الثاني عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي على ثاني المراكز، والمركز الثالث هذا هو شاهين علي بن عبيد بن سعيد الخاطري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم مخلاب، وصلكم مخلاب عبد الوهاب بن غلام بن محمد في هذا الأداء الجميل، في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، الله في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات الجميلة. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول مع الجعدان، مع الجعدان في هذا الاندفاع. نعود إلى المركز الأول، ينطلق 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 مخلاب، مخلاب عبد الوهاب، يأتي عبد الوهاب، عبد الوهاب بخش غلام يتقدم بالمركز الأول، يقود الشوط، يقود الشوط. نبي نحمل له السلامات، وين سلاماته؟ شوفوه يا الله، وين ساكن عبد الوهاب؟ عبد الوهاب بخش غلام محمد ياتي بالمركز الاول، مسيطر ما شاء الله على المقدمه. المركز الثاني، الثاني هملول سلطان بن مبارك بن عامر الحبسي، الله يا سلام يا سلام يا سلام، يتقدم في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظه، وصل في هذه اللحظه هملول، هملول سهيل بن مبارك الحبسي، وصل الشاعر والمحلل على المركز الثاني. ولكن عبد الوهاب راعي مخلاب، عبد الوهاب راعي مخلاب، ما طاع يسلم، ما طاع يسلم، ما طاع يسلم. عبد الوهاب بخش اغلام يتقدم بالمركز الاول، يسيطر على المقدمه، عند سلاله مخلاب، عند سلاله مخلاب في هذا الانطلاق. عبد الوهاب ياتي بالمركز الاول يتقدم. اشكرك اشكرك الله يا عبد الوهاب، يا عبد الوهاب، يا وين السلامات يا عبد الوهاب، عبد الوهاب، عبد الوهاب، الله عبد الوهاب بخش بخش غلام، سلام لهل الزيد، يقول سلموا سلموا لهل الزيد، مخلاب 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 مخلاب، الله الامتار الاخيره. والمركز الثاني سهيل بن مبارك الحبسي يتقدم في الامتار الاخيره، مخلاب ولا هملول، هملول ولا مخلاب، مخلاب ولا هملول، هملول ولا مخلاب، بنشوف الاثنين ما شاء الله. المركز الثالث، بناخذ الثالث، بناخذ الثالث، بنعود للاثنين. هذا المركز الثالث مولع لعبد الله بن نايع بشاوي الغفلي، والمركز الرابع عموما على كل حال بنشوف المركز الرابع اذا امكن. عموما على كل حال بتلك وبقية المراكز لجنة خط النهاية لها متابعة، بنعود إلى التوقيت الزمني مع الثلاث المراكز، وبنعود مع مخلاب ومع هملول، هملول ومخلاب مشاهدين أعزاء في التنافس في الأمتار الأخيرة. ولكن هذا مخلاب عبد الوهاب بن بخش البلوشي قدم توقيت زمني، تهانينا له على الفوز، 7 دقائق 44 ثانية، 87 جزء من الثانية. سلام لأهالي الذيد، سلام على هذا الأداء يا عبد الوهاب، يا بن بخش، يا بن محمد على هذا الفوز. بينما المركز الثاني هملول قدم توقيت زمني مقداره 7 دقائق 45 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا للسلطان بن مبارك بن عامر الحبسي على الفوز في هذا الأداء الجميل. والمركز الثالث، نشوف الثالث اللي وصل في المركز الثالث، مولع قدم توقيت زمني 7 دقائق 57 ثانية و59 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مولع عبد الله بن نايع بشاوي الغفلي اللي حل في المركز الثالث والمركز الرابع مشاهدي العزاء، من اتى فيه محمد بن عبد الله المسافري
والمركز الرابع تقدم اللي هو لجاسم محمد بن علي الراشدي، والمركز السادس للجميع لمحمود بن سلم بن سلام الينيبي حل في المركز السادس. هذا تهانينا لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى.